مساء أعتز به بوطني، فالوطن كلمة تداعب حروفها الأسماء وتسلب نغماتها الألباب، فمن منا لا يحب وطنه؟ ومن منا لا يعشق الانتماء إلى وطن مثل وطني دولة الإمارات العربية المتحدة؟ مساء المحبة لوطن هو قطعة من قلوبنا، فلا يوجد شخص لا يحب وطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه، فهو المهد الأول وهو الأمان، فليحفظك الله يا وطن. عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا، كلمات رددناها وما زلنا نرددها صغارا وكبارا. وهل توجد كلمات أجمل من كلمات التغني بالوطن؟ كلمات تترجم حبنا وعشقنا لتراب الإمارات، وأقسمنا دوما أن نبني نعمل، نعمل نخلص، نعمل نخلص، مهما عشنا نخلص نخلص. الإمارات الحبيبة، إمارات العز والفخر، إمارات الأمان والسعادة، كيف لا ونحن من أسعد شعوب العالم، بفضل رؤية قيادتنا وطموح شعبنا وهمة شبابنا. وبالتأكيد في بداية هذا المساء نقول نفديك بالأرواح يا وطن. عيشي بلادي، عاش اتحاد إذن مشاهدينا من هذا المساء الوطني المميز لدولة الإمارات وأيضاً لبرنامج حديث المساء من قناة الشرقين من كلباء، أمسي عليكم بالخير طبعاً، وأيضاً أمسي بالخير على طبعاً زميلي ورفيق دربي في هذا البرنامج عمر. مساك الله بالخير والنور والسرور والمحبة والكل شيء. يا الله مساك الله بالخير يا محمد. والله نحن مش بس رفقاء درب، نحن رفقاء كل ثانية كل لحظة ما شاء الله. يعني طبعا الأيام اللي فاتت والأسابيع اللي مضت أمانة كنا نبذل كل ما عندنا وكل ما نملك إن شاء الله لنقدم شيء جيد وينال على حظكم بالساعات اللي راح تتابعونها إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك، وتكون إن شاء الله بيمعة متميزة معانا في برنامج كملت. والله راح تكمل يا محمد بوجودك. هي كملت تقريبا، هي كملت. بس يعني انت بشرت المشاهدين بس بعدك ما مسيت عليهم. والله انا مسي عليهم باجمل مساء، ان شاء الله اليوم مسانا مختلف، فيه الكثير من التفاصيل، فيه عناوين مميزه، ودائما الوطن لا يحتاج الى مقدمات ولا اي عبارات، الوطن يتحدث عن نفسه بكل انجازاته وكل ما حققها على ارض الواقع. خاصه ان عمر يعني احنا اليوم في اخر حلقه قبل العيد. طبعا يعني اخر حلقه قبل العيد ونقابلهم ان شاء الله يوم الاحد. راح نطلع ان شاء الله في العيد بتقريبا حله مختلفه من صحيح. البرنامج راح يكون شيء مميز ان شاء الله. صحيح. فان شاء الله راح يكون شيء ينال اعجابهم. تخيل محمد كل اللي صورناه واللي تعبنا فيه المرحله اللي فاتت فجاه تنشمر قادك وتشوف انه حلم. انا ما برقد ليوم الاحد عشان ما اتفاجئ بهالشيء صراحه.
طيب انتقالا ايضا مشاهدينا الى عنوان او عناوين هذه الحلقه، وعنوان الاول شخصيه تربويه من ابناء المنطقه الشرقيه. شخصيه مميزه في الحقيقه راح تكون معنا اليوم. هذه الشخصيه يعني كنت انا الصراحه احتكيت معها بشكل كبير خلال الدراسه معه في المدرسه. كان يعني مديري في احدى المدارس، بس ما بنتكلم عنه بشكل كبير او بشكل اكثر، راح نخليه هو ان شاء الله يتكلم عن نفسه، واكيد راح يكون ان شاء الله اليوم ضيفنا مميز في حديث المساء. صحيح. وايضا مشاهدينا عنواننا الثاني زياره اعلام المستقبل للدفاع المدني في خرفكان. طبعا اعلام المستقبل وزيارته للدفاع المدني كان هي طبعا عباره عن فرصه لاندماجهم بالدفاع المدني، كيفيه عمل التقارير، كيفيه الخروج بماده هادفه فيها من التوعيه، الشيء الجميل اللي ممكن يحظى بها الاطفال في هذه المرحله، بالاخص بانهم الان يعني في سياق تعلمهم لكيفيه اعطاء الاعلام في طبعا مجاله وتوجهه الهادف لي طبعا افادته للمجتمع. وكانت كان ختام البرنامج عمر البارحه، يعني كان شفنا الثمره الجميله في يعني مركز ناشئه كلباء، شفنا هذا الجيل المميز الصراحه ابهرونا في الحقيقه. طبعاً. ابهرونا بهذه المواهب، هذا الابداع اللي عندهم، ففعلا هم اعلاميين مستقبل، والمستقبل ان شاء الله امامهم، وبعد كم سنه راح تشوفهم هنا قاعدين. طبعاً. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في حياتهم ان شاء الله القادمه، وبالتاكيد دائما ما نرى المستقبل بأطفالنا. أكيد. انتقالا أيضا لعنواننا التالي مشاهدينا، طبعا شيف سجايا برنامج صيفي ممتع للغاية. سجايا ومراكز يعني الطفولة ومراكز الناشئة، وهذه المراكز كلها اللي دائما تنظم البرامج الصيفية المميزة الهادفة، سواء كانت في الطبخ، سواء كانت في التوعية، في أمور كثيرة، أي شيء في طبخ وفي شيف. على فكرة محمد أنا ما بتكلم، بعطيك أنت المجال، لأنك أنت ما شاء الله خبرة صرت في الطبخ وفي في ما لنا أمل يعني نحن نفوز عليك هذا الموضوع. تبغى تتكلم عن الطبخ بتكلم وياك عن الطبخ. شو تعرف تطبخ محمد؟ أنا بفتح معك حلقة كلها كاملة عن الطبخ، ما عندي مشكلة. بما أنك تقدمت طبعا برنامج شو غداكم؟ طبعا. يا سلام، شو كان غداكم اليوم؟ اليوم شو كان غدانا؟ والله ما تغديت في البيت. ما تغديت؟ اي والله. كنت في التصوير صح؟ كنت في التصوير وانشغلنا بعد التصوير وكذا. يعطيك العافية. راح اخليك تطبخ لنا في العيد ترى. ما اعرف اطبخ. ما لنا علاقة، دبر نفسك. خلاص ان شاء الله تم. اطبخ لك؟ طبعا. تم. ان شاء الله. تم ها قدام المشاهدين حلقة من حلقات العيد طبخك علي. خلاص تم. شو ما يكون. اتفقنا، هذا وعد قدام المشاهدين. يا سلام تم. عليك. طيب الآن محمد وأيضا مشاهدينا ننتقل إلى عنوان النقاش وعنوان هذه الحلقة. اليوم عنوان النقاش يتحدث عن البطولات في حياتنا. ما أجمل البطولات في حياتنا، وما أجمل أن نرى بأن كل ما نقدم في حياتنا وكل ما ننجزه في حياتنا هي عبارة عن بطولة. محمد خبرنا عن بطولة من بطولاتك، اتحفنا. أنا ما عندي بطولات، أنا إنسان يعني لا أصبح خلنا أعدل يا ستي صوتك. شو السالفة؟ أبى أسمع بطولة من البطولات عندك ترى عمر، أنت دائما تقول أنا وأنا أنا وأنا، فهذا اللي تبرز اليوم بطولاتك. اليوم احنا في حلقة حديث المساء، موضوع البطولات اليوم اخترناه أكيد ينطبق عليك أنت، كونك أنت ما شاء الله يعني ما حد يوصلك وما حد يسبك، أكيد بطولاتك دائما تسبك. بالعكس، بوجودك محمد العين ما تعلى الحاجة، ولكن يعني في بعض الأحيان يعني لو عندنا انجازات بسيطه وهي متواضعه نوعا ما، ولكن نحن نعتبرها بطولات. ليش بطولات؟ لان في بعض الاشخاص ما يدركون حجم المعاناه وحجم الجهد اللي بذلته في انك انت تحقق او توصل لشيء هو من يعني من اهدافك او من الامور اللي انت تبغي توصلها في حياتك. اعتقد بان البطوله تكمن دائما في البدايه بقوه شخصيتك. شوف عمر انا بتكلم لا ليش هذه السكته؟ يعني بقول لك عن بطوله، مش بطوله ولكن انا اعتبرتها بطوله. قول. ايام الدراسه كان عندي مشروع على ماده الاحياء. حلو. فكان المشروع يتكلم عن انك تنشئ او تسوي تاسس حديقه كامله، حديقه متكامله من الحيوانات، تكرمكم المستمعين. ممتاز. ومن يعني النهر فيها ومن امور كثيره يعني. حلو. فاخذت فيها المركز الاول صراحه. يا سلام. شفتها انها بطوله، تعرف كنت اركب الباص يعني ما يهم الكتب، اهم شيء المشروع انا سويته بيدي، تعرف ايام كنا نسير في باصات وغيره هذا، فماسك انا المشروع بيدي وراكب الباص ومقعد المشروع يعني عند السايق وانا قاعد عند السايق يعني اتريى بس نوصل هناك انزل اول واحد اشيل مشروعي، فكان يعني بالنسبه لي هذا انجاز كبير. يعني انت مهندس محمد؟ انا مهندس بس يعني بكل امانه افتكر شيء موهبتي بكل امانه حد ساعدك في المشروع؟ طبعا 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 هذا شيء اكيد، انت دائما يعني ما تستغنى عن مساعده اهلك سواء في البيت، اخوانك، خواتك، امك، ابوك، دائما ما تستغنى عن مساعدتهم. شو كان دورك في المشروع؟ كنت تطالع بس؟ كنت اشله ودي ندرسه.
كنت أشيل مشروع أوديو المدرسة. والله في بعض الأحيان البطولات على فكرة تكمن بالأشياء البسيطة، يعني دائما ما نقول بأن المتعة بأن نحن فعلا نحظى بهذه المساحة من الفرح. عطنا بطولة من بطولات، لا تقعد تتفلسف على المشاهدين، عطنا بطولة من بطولاتك. يعني بطولات كثيرة عشان أنا ما أتذكر، ما أجمع البطولات. بطولة من أيام الدراسة، هي ترى أيام الدراسة هي اللي تبرز البطولات. أيام الدراسة تبقى عن المشاغبات ولا عن الإنجازات؟ أبا بطولة. أها بطولة. أبا بطولة. بطولة. أتذكر في بطولة من البطولات كان في تقييم إلى الطلاب اللي موجودين في الصف عندنا، وكنا تقريبا نحن 33 طالب أو 34 طالب، يعني كنا فوق 30، وكانوا يختارون قائد لهذا الصف. طبعا أنا أوردي كنت قائد من خلف الكواليس، كنت أنا دائما زعيم هذا. إن شاء الله تختصر. لا بالعكس، انت اعطيتني حق الحين اقول بطولتي. مو انا اشوف وسام يعني هو اللي ما لي علاقه، انت قلت لي وسالتني عن بطولتي، اعطيني مساحتي من البطوله. كمل عمر كمل كمل. فتذكر الحمد لله اني فزت في اني اكون انا مشرف الفصل، واكون الحمد لله قائد على 33 طالب. والحين مشاهدينا راح ننتقل معاكم طبعا الى فقره الاخبار. طبعا دائما احنا عودناكم في برنامج حديث المساء نختار لكم اهم الاخبار الموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم اليوم مجموعه من هذه الاخبار. نبداها بهذا الخبر. لجنه التوعيه بالشارقه تطلق حمله لمواجهه التوصيلات العشوائيه. عقدت لجنه التوعيه المشتركه والتي تضم هيئه كهرباء ومياه الشارقه وبلدية الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة السلامة والوقاية اجتماعاً تنسيقياً لوضع آليات إطلاق حملة مشتركة للتوعية باختصار أو بإخطار التوصيلات العشوائية وتحفيز أصحاب المساكن المخالفة لتعديل أوضاعهم وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات. وأيضاً ستنطلق الحملة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في منطقة الناصرية وبعدها في كافة المناطق السكنية والصناعية. والله كل الشكر الجزيل لهذه اللجنة، أمانة وصلوا للشيء المهم، ويمكن اللي موجود في بيوت الكثير من الناس والأهالي التوصيلات العشوائية. صحيح. أمانة هذه من الأمور الخطيرة جدا ولازم ننتبه لها. وعلى فكرة حتى في بعض الأحيان لما نستعين ببعض الكهربائيين للأسف هم غير متخصصين، يعني مثل ما نشوف بعض العمالة تسأله تعرف الشيء الفلاني يقول لك هي نعرف فعلا. هذا اللي يعني يكون يعني بالنسبة له أنه هو متخصص في كل الأمور، ولكن أنت قاعد تعرض حياة الناس للخطر. صحيح، هذا أمر جدا خطر فيجب الانتباه له وزيادة الوعي عندنا ولأفراد العائلة. انتقالا أيضا مشاهدينا إلى عنواننا التالي، جزيرة النور بالشارقة تعيش مع زوارها أجواء العيد احتفاء بعيد الأضحى المبارك. في تفاصيل هذا العنوان، أعلن جزيرة النور إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة عن تنظيم باقة من الفعاليات الإبداعية والتي تحفز مخيلة زوارها من كافة الفئات العمرية، وتوفر أيضا جزيرة النور مجموعة من الأنشطة الفنية والحرفية المتنوعة، حيث تنظم فعاليات طبعا لون مجتمعاتنا والتي تمتد على مدار العام وتشمل طبعا جملة من الأعمال الفنية كالأشكال الهندسية وأيضا الجيومترية وفنون المانديلا والحياة النباتية والحيوانية والطبيعة، وأيضا المزج بين هذه الأساليب المختلفة، بالإضافة إلى تصميم بالطاقة المعايدة للتهنئة بحلول العيد. يعني جزيرة النور لو تكلمنا عن أماكن سياحية في الشارقة منها يعني جزيرة. صحيح. النور احنا نتكلم عن وجود كمية كبيرة من هذه الفعاليات الجميلة المميزة. صح. اللي دائما ما يستانسون فيها الأهالي في العيد أو حتى طبعا. غير الأعياد. فاليوم لما نمر الشارقة ونشوف بعضها الأماكن السياحية نشوفها مكتظة بالزوار، وبعد ما ننسى نشكر الشرطة على دورها في تنظيم. صحيح. هذه الأمور، تنظيم الحركات المرور طبعا. فيعطيهم العافية على هذه الجهود، ونتمنى طبعا السواح والزوار أنهم يستمتعون في هذه الأجواء إن شاء الله. وأيضا مشاهدين انتقالا إلى خبرنا الثالث، شرطة الشارقة تنظم ملتقى الإعلام الأجنبي 2019. نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الملتقى الإعلامي الأجنبي 2019 تحت شعار الشارقة أمن وأمان، والخاص بتسليط الضوء على الجوانب الأمنية للصحافة الأجنبية، وبحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد الدكتور علي بوزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وأيضا عدد من مدراء الإدارات وضباط الاختصاص بشرطة الشارقة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية العامة للدولة. صحيح.
طبعا هذا الامر اللي احنا امانه نفخر فيه بالجهات المعنيه بهذا الامر في اماره الشارقه. الان وصلنا الى مرحله بان احنا نصدر هذه التوعيه، هذه الثقافه، هذا الشيء الجميل من مجتمع دوله الامارات واماره الشارقه الى البلدان الاجنبيه، ونجعلهم ايضا شراكه بنقل هذه الرسائل التوعية والهادفة في المجتمعات. هذا دليل على قوة الإعلام في دولة الإمارات، قوة الصحافة في دولة الإمارات، قوة الكلمة في مثل هذه الوسائل. صحيح. اليوم نعيش يعني بوسائل الإعلام، بوجود الصحافة، بوجود هذه الأمور، نعيش في واقعية أكثر، نعيش بأشياء مميزة ينقلها هذا الإعلام. صحيح. والقيادة العامة لشرطة الشارقة أمانة دائما متعاونين مع الإعلام، إن كان بالفعل في قنواتنا المحلية وغيرها من القنوات، لكي طبعا تزيد من الوعي الثقافي وأيضا المروري والأمني في جميع المناطق التابعة لإمارة الشارقة ولمن يحتاج. أكيد طبعا. صحيح. انتقالا أيضا مشاهدينا إلى عنواننا التالي، مجلس شباب اقتصادية الشارقة يعقد الحلقة والتعليم علم وعمل. في تفاصيل هذا العنوان، نظم مجلس شباب اقتصادية الشارقة حلقة شبابية بعنوان التعليم علم وعمل، تماشيا مع رؤية الهيئة الاتحادية للشباب، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وهذا وفق أجندة منظمة للأمم المتحدة تحت شعار النهضة بالتعليم. وتناولت الحلقة دور التعليم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وذلك بتحقيق التعليم المستدام من خلال الحرص على التعليم المستمر مدى الحياة. وأيضاً شارك في هذه الحلقة الشبابية أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف مجالس الشباب المؤسسية، وايضا ياتي بحضور سعاده سلطان عبد الله بن هدى السويدي رئيس دائره التنميه الاقتصاديه بالشارقه، وبمشاركه عدد من موظفي الدائره. المجالس الشبابيه ووجود المجالس الشبابيه عمر اليوم اصبح دورها ضروري، اصبح دورها مهم كثير في يعني مجتمع دوله الامارات، خاصه في المناطق الشرقيه. اليوم نشوف له انتشار كبير المجالس الشبابيه ووجودهم في يعني دائما الدوائر الحكوميه. اليوم نشوف حتى الدوائر الحكوميه عمر اصبحت تخصص يعني مساحه او حيز الى مجالس شبابيه خاصه بهذه الهيئات، فهذه فرصه كبيره ان فعلا الشباب يعطون اراء، يبدون امور كثيره في مثل هذه المجالس. دائما ما نوجه بهمه الشباب، همه الشباب في رقي مجتمعهم، في طبعا المساهمه في دفع عجله التنميه في مجتمعاتنا، وهذا الامر اللي دائما ما نحرص على أن يكون متواجد في الشباب، الهمة ثم الهمة ثم الهمة، والاتجاه إلى العمل مباشرة. من أرض الوطن، أرض التسامح، دولة الإمارات، ننتقل معكم إلى أول فاصل، وبعد الفاصل نتواصل، فابقوا معنا. عودة لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل من برنامج حديث المساء، ومستمرين معكم في هذه الحلقة. إن أبناء الإمارات تعلقوا بالاتحاد قبل أن يلمسوه وأحبوه ونادوا به قبل أن يجنوا ثماره، وازدادت محبتهم له وإيمانهم به بعد أن رأوا بأعينهم الإنجازات في طول البلاد وعرضها. واليوم يشهد العالم أجمع بما يقدمه أبناء الوطن من إنجازات، وأيضاً رفع اسم دولة الإمارات خفاقاً وشامخاً في السماء، ليردوا عطاء القادة الرشيدة الذي لو سهرنا وعملنا فلن ولن نفيهم الحق. وأيضاً اليوم يسعدنا أن نستضيف أحد الشخصيات الوطنية اللي عملت على تربية جيل واعي في المنطقة الشرقية، وأيضاً ما أضافته من إنجازات في المجال التربوي. خلونا نرحب معاكم مشاهدينا بالاستاذ محمد سالم المراشد. حياك الله ويانا استاذي، يا مرحبتين. الله يحييكم ان شاء الله. يا مرحبا سالم، مسانا اليوم جميل يسطره الملهمين في هذه الحياه من ابناء دوله الامارات. يعني مثل ما ذكر محمد، من خرجوا جيل واعي وواعد في مستقبله، واحدى ثماركم طبعا محمد زميلنا، فهذا دليل على حرصكم على تخريج هذا الجيل بكل ما تحملونه من طبعا امور تسهم في رفعة هذا المجتمع. جزاك الله خير. استاذ محمد، بدايه التربيه والتعليم، هذا المجال اللي يعني لربما يقول البعض بان واجه قله من المواطنين اللي شاركوا في التربيه والتعليم من السنوات الماضيه، يعني نتكلم عن ما قبل الاتحاد او في بدايه الاتحاد، ولكن ما شاء الله عليك انت بديت من 87، وهذا الامر اللي يعطينا الامر اللي يخلينا نتاكد بان ابناء الامارات
فعلا كانوا في تلك السنوات ولا زالوا يقدمون هذا العطاء في هذا المجال. صح. خبرنا عن هذه البداية واستمرارك في هذا المجال. طبعا يمكن لي الشرف ان انا اكون يعني في مجال التربية والتعليم. طبعا يمكن يعني تخرجت من الجامعة في سنة 1987 كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية. صحيح يمكن احنا في البداية الواحد يمكن بعد ما يخلص الثانوية العامة يمكن ما يكون توجهه يعني توجه لمجال معين، لكن بعد دراستنا وطبعا وقناعتنا بأن طبعا التربية والتعليم هي مهنة الأنبياء والمرسلين. صحيح. من المهن السامية، فالحمد لله يمكن حتى بعد تخرجنا من الجامعة يمكن تم تعيينا بعد شهرين فقط من تخرجنا، وهذا كان لنا حافز ولله الحمد. والحمد لله يعني عملت مدرس لمدة 6 سنوات ثم بعد ذلك ترقيت في الأعمال الإدارية إلى الآن أنا يمكن 19 سنة مدير مدرسة. يا سلام. والحمد والحمد لله يعني عندنا قناعة أن يعني أن هذه ليست وظيفة وليست مهنة، إنما هي يعني عمل سامي بكل ما تعني هذه الكلمة. تربوي. أستاذ محمد، يعني أنا الصراحة سعيد بوجودك معي اليوم، يعني أحد الأشخاص اللي كان لهم الفضل في أني أنا أوصل لهذا المكان، كان لهم الدور الكبير في وجودنا في هذا المكان. يعني أذكر لما كنا في أيام الدراسة كنا نشوف أستاذ محمد في حتى في الصباح طابور الصبح وغيره من هذه الأمور، وحتى في الفصحى، وكان يشوف طلابه بنظرة كان يشوف دائما الطلاب، يوقف في يعني يعطيهم نظرة عامة للطلاب كلهم. فأبى أعرف شو هذه النظرة اللي دائما يعني ما هي تكون ملهمة للطلاب، كيف تشوف طلابك؟ وطبعا يمكن أنا تدرجت في المدارس من حلقة إلى حلقة، يمكن عملت في الحلقة الأولى ثم في الحلقة الثانية ثم الآن في الحلقة الثالثة. طبعا دائما نظرتنا لطلابنا هي نظرة احترام وتقدير وحرص عليهم بكل ما تحتوي هذه الكلمة من معنى، لأن يعني الطالب يستحق الاحترام، يحتاج إلى التقدير حتى يكون هذا الاحترام والتقدير تقدير متبادل. فحرصنا عليهم مثل حرصنا على أبنائنا في بيتنا. يمكن الإنسان أو إحنا كمعلمين أو كتربويين عندنا أسرة صغيرة اللي هي يمكن أسرة المنزل وأسرة البيت، لكن الأسرة الكبيرة هي أسرة المدرسة. صحيح. أسرة التربوية. صحيح. نعم. طيب نحن أستاذ محمد سألنا مجموعة من طلابك أمانة، وهذا اللي وصلنا بكل دقة. أستاذ محمد عمره ما مد يده على أي طالب من الطلاب، ولكن مع ذلك يقولون الطلاب نحن نهابه، نحن نحترمه، نحن دائما نقدر وجوده في أي مكان حتى لو كان خارج المدرسة. سر هذه العلاقة؟ والله هو يمكن في البداية نقول إحنا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية نقول يعني دائما الاحترام والاحترام المتبادل طبعا، والتوجيه والنصح والإرشاد بالأسلوب الطيب والأسلوب يعني، ويمكن دين الإسلام يحثنا على هذا الشيء. صحيح. بالرفق يمكن هذا كان له دور كبير، والواحد يعني يمكن من خلال المواقف التربوية يتعلم. يمكن لما كنا معلمين يمكن في البداية الواحد كان ينفعل، تجاربه يمكن كانت قليلة، لكن يوم بعد يوم يعني في مجال التدريس ثم في المجال الإداري يتعلم أشياء كثيرة. صحيح. وبالتالي دائما تحل الإنسان بالهدوء والاحترام والتقدير. يمكن الآن أنا في مدرسة ثانوية من حوالي 3 سنوات، ويمكن مثل ما قالوا أولادنا دائما يمكن العقاب البدني ما يؤدي لنتيجة. صحيح. يعني الإنسان يأسر قلوب الناس بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة، حتى لو كان مخطئ يتراجع عن خطأ. طبعا ما في شيء. فتعطينا درس بأن يعني هيبة المعلم ليس فقط في العصا. طبعا أكيد. طبعا. وإنما بطريقة التعامل. نعم. بأسلوب بكلمات مختارة مع الطلاب. نعم. نعم. جميل. أستاذ محمد ما شاء الله عليك تدرجت في المجال التربوي، يعني من كنت طالب إلى أن أصبحت مدرس إلى يعني وصلت إلى مدير. الوقت اللي شفت أنه كان فيه فعلا أصعب وقت مريت فيه؟ والله يعني يمكن العمل في مجال التدريس يمكن اكتسبنا منه خبرات، لكن بداية العمل الإداري يعني أنك تكون مدير مدرسة تقود مدرسة يعني فيها طاقم معلمين وطلاب، يمكن هذا شوية تجد صعوبة في البداية. لكن طبعا يعني من خلال التدريب اللي توفر الوزارة ومن خلال الخبرات اللي اكتسبها الإنسان الحمد لله الصعوبات تذلل طبعًا يوم بعد يوم. صحيح. فالتدريج والتدرج أفادك في أنك أنت الآن تكون في مساحة خبرات. طبعا اكتساب خبرات يوم بعد يوم في كل المجالات يعني. ممتاز. في مجال التعامل مع الطلبة، في مجال التعامل مع المعلمين، في مجال التعامل حتى مع أولياء الأمور والمجتمع. جميل.
تعلمنا دوما أستاذ محمد من الكبار ومن سبقونا في النجاحات والوصول إلى الأهداف بأنهم يشكرون ودائما يتذكرون من ساعدهم في الوصول إلى هذه النجاحات. لو نسأل أستاذ محمد، الاسم الأول اللي يخطر في بالك من نقول لك من ساعدك في النجاح؟ والله طبعا يمكن في مجال العمل كانوا معانا مدراء مدارس كانوا أكثر منا خبرة، كان لهم دور كبير في تنمية مهاراتنا وفي تعليمنا أمور كثيرة، فيعني يمكن فادونا كثير في حياتنا طبعا. نعم، من خلال طبعا تدرجنا كمعلمين وكذا، يمكن أنا لي شقيق كان في التربية الأستاذ عبيد سالم أكيد، ويمكن عملت معاه في الحلقة الثانية في المرحلة الابتدائية ثم في الحلقة الثالثة في المرحلة الثانوية واستفدنا منه أمور كثيرة وغير كثير من يعني شخصيات كثيرة مروا علينا الحمد لله. نحن نقول جزاهم الله خير، تعلم منهم من أشياء كثيرة، وإحنا الآن نحاول أن نعلم الأجيال إن شاء الله كل خير وبركة، يعني القيم والأخلاق السليمة. أستاذ محمد ما شاء الله عليك درست يعني خلينا نقول كذا جيل، وضحكت على ما شاء الله كذا جيل. نعم. شو رأيك في هذا الجيل اللي الحين يعني جيل الطلبة الحين؟ نعم، هو طبعا يمكن يعني الجيل الآن يمكن تغير عن الجيل السابق، من جيل لما احنا كنا طلاب، ويمكن حتى الآن يعني يمكن من بداية 87 لما احنا دخلنا المجال التربوي الطالب اليوم غير عن طالب الأمس. صحيح، دون تجميل. ها؟ دون تجميل صورة الجيل الحالي. نعم نعم. هو احنا خلينا نقول انه بكل أمانة حتى طالب اليوم فيه الخير إن شاء الله، ما في شك، لكن يمكن الصعوبة الآن في التعامل مع الطلبة أكثر من الوقت السابق. الآن يمكن يعني التطور المعرفي والتكنولوجيا الانفتاح الأمر الثاني يمكن في السنوات الأخيرة كثير من أبنائنا الطلبة يمكن حب المعرفة، حب العلم، الاهتمام قل عندهم بشكل كبير طبعا، وهذا يمكن تحدي كبير احنا نواجهه صح عندنا في مجال صح التربية. طيب أستاذ محمد، يعني هل الجيل الحالي يستحق هذه الانتقادات وكمية يمكن الأمور السلبية اللي واجهها بأنه هو جيل الآيباد، جيل الخمول، جيل الأمور السهلة البسيطة واللي كل شيء متوفر إلى عنده، هل يستحق هذا الانتقاد؟ هل يستحق هذه الهجوم صحيح أو الهجمات السيئة والسلبية عليه؟ لا، بكل أمانة هو لا يستحق. هو يمكن جيل اليوم يعتبر جزء من هذه المسؤولية، لكن المدرسة لها دور، الدور الكبير اللي يجب أن يكون على عاتق الأسرة طبعا. يعني إحنا يمكن من خلال تجاربنا مع الطلبة صحيح، من خلال حياتنا معاهم اليومية يعني نلاحظ بعض الطلبة اهتمامهم، نسألهم، نشوف اهتماماته، يمكن حتى أولادنا في بيوتنا يعني، فالطالب نقول إحنا يتحمل جزء مسؤولية طبعا، لكن الأب لازم له دور، المدرسة لها دور، ويمكن دور الأسرة كبير صحيح، دور الأسرة لأن هذا الطالب في البيت يعني الأب الأم، الآيباد والتليفون جزء من حياة الإنسان طبعاً، لكن لازم ما يكون كل حياته، الرقابة القناعة بفائدته وإن لا فوائد ولا إيجابيات، لكن أيضا لا مساوئ، فأوجه ابني أوجه الطالب أنه يستفيد الاستفادة الطيبة من هذا الجهاز. صحيح. جميل. نعم. أستاذ محمد، أنت ما شاء الله عليك يعني حصلت على عدة أوسمة وجوائز، منها جائزة خليفة للمعلم وجائزة الشارقة للتميز التربوي، فخبرنا عن هذه الجوائز، شو اللي تعني لك، شو اللي تمثل لك هذه الجوائز؟ طبعا ما في شك أن جائزة بالبداية طبعا جائزة يمكن حصلت أول شيء على جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة مساعد مدير في التسعينات، طبعا الجائزة هذه كانت حافز، ودائما الجوائز هذه حافز الإنسان للنجاح وللتميز، وتكون تحدي أمامه تدفع عليه المزيد من البذل من العطاء من العمل. ثم بعد ذلك في يعني بداية 2000 حصلت على جائزة الشيخ خليفة للمعلم، وطبعا هذه جائزة قيمة صحيح ومميزة تحمل اسم رجل غالي على قلوبنا جميعا صحيح، صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه الله صحيح. صحيح. وأيضا هذه الجائزة كانت حافز لنا لنجاح يعني حصلت عليها لما كنت أنا مدير مدرسة، فالحمد لله حفزتنا بشكل أكبر، وحفزت أيضا الأخوة في الميدان التربوي، فيعني يمكن إحنا من مدينة كلبة حصلنا بعض الأخوة التربويين على هذه الجائزة في تلك السنة، وكانت أيضا حافز للآخرين في السنوات اللي بعدها الحمد لله حصلوا على الجائزة صحيح. فهذه الجوائز الحمد لله حافز كبير ممتاز. العكس. طيب تعلمنا دوما أستاذ محمد بأن الطموح لا ينتهي طبعا، وليس له سقف أو قمة نعم نتوقف عندها ونقول خلاص نحن وصلنا إلى هذه المرحلة ولا يوجد مرحلة بعدها. لو نتكلم عن الطموح المستقبلي أستاذ محمد، شو راح يكون؟
والله ويمكن يعني احنا ما نزال في التربية بعدنا. صحيح. الإنسان له طموحات كثيرة، يمكن كان لي طموح الآن أني أنا أدرس الماجستير على أساس أني إذا أجد فرصة أني أكون في الجامعة بالذات جامعة الشارقة يمكن لنا الفخر طبعاً. فهذا طموحي. جميل. في المستقبل القريب لكن يمكن ظروف العمل الآن ما تسمح، ويمكن تواصلنا مع الجامعة وإن شاء الله إن شاء الله نبدأ في القريب العاجل إن شاء الله وهذا طموح كبير يعني طبعاً. أن الواحد يعني هذا المجال بالعكس لامتداد، يمكن العمل في المدرسة غير يختلف عن العمل في الجامعة، لكن هو امتداد لي للتربية والتعليم. أمانة تستحق هذا المكان يا أستاذ محمد، ويعطيك ألف عافية. وصراحة أنا سعيد أني أستضيفك اليوم هنا معنا، وسعيد أنك تكون معنا في هذه الحلقة. أستاذ محمد، بما أن اليوم حلقة وطنية، حلقة يوم الخميس وطنية، كلمة أخيرة للشباب الإماراتي نختم فيها هذا اللقاء. أهم كلمة أوجهها لأبنائي الطلاب، أقول لهم عليكم بحب العلم والمعرفة، فحب العلم وحب المعرفة هي الأساس. دولتنا تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى سواعد تبني هذه الدولة. يعني الدولة بنيت ولله الحمد، وتحتاج أيضا إلى بناء وبناء في السنوات القادمة. فعليهم بحب العلم حب المعرفة. جميل. والتحلي بالقيم والأخلاق. صحيح. لأن حتى علم بدون أخلاق أو أخلاق بدون علم لا يمكن أن يستمروا. فالعلم والمعرفة والتحلي بالأخلاق، احترام الآخرين. أتمنى إن شاء الله أن أبنائنا يكون لهم طموح. صحيح. طموح ليس فقط ثانوية عامة، إنما الطموح الجامعة، وبعد الطامع بعد الجامعة يجب أن يكون عنده طموح للماجستير وللدكتوراه. فالمعرفة وزيارة المعرفة لها دور كبير في تطوير الإنسان. بلا شك. فنتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، وإنهم يعني مثل ما قلت ينهلوا من العلم ومن المعرفة ويتحلوا بالأخلاق الطيبة، والمحافظة طبعا على دينهم. صحيح. وعلى صلاتهم وعبادتهم. صحيح. وأيضا المحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية اللي موروثة. صحيح. عن الأجداد. صحيح. فهذه طبعا ما لها شك في ربتنا، وهي إن شاء الله بتربي الأجيال القادمة. سادة محمد سالم مراجدة، أمانة أنت شخص ملهم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، دون مبالغة في التعبير. هذا الأمر أنت تستحقه، ودائما ما نرى بالملهمين من أبناء دولة الإمارات هم فعلا يسطرون أمجاد هذا الوطن، يسطرون أمجاد هذا المستقبل الواعد اللي ينتظره البلد وأبنائه. فشكرا لك، ودائما ما ناخذ منك هذه الطاقة الإيجابية. الله يحفظك. شكرا. هذا واجبنا. شكرا لك سيد محمد، ويعطيك ألف عافية. جزاكم الله خير. إذن مشاهدين، احنا نستمر معاكم في برنامج حديث المساء، ولكن عندنا وقفة قصيرة ونرجع بعدها نتواصل، خلكم ويانا. وما بعد هذا الفاصل، قام منتسبي برنامج إعلام المستقبل والذي تم إقامته بقناة الشرقية من كلباء بزيارة عدد من الدوائر والمؤسسات لتطبيق ما تم تدريبهم عليه، وأكيد اليوم بنتعرف على زيارتهم للدفاع المدني بمدينة خرفكان، ونشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. برنامج إعلامي المستقبل، هذا البرنامج الذي استمر في تطوير وبناء جيل إعلامي واعد من خلال التدريبات الميدانية الخارجية التي تقوي وتصقل مهاراتهم الإعلامية لكي يتمتعوا بالإبداع في الساحة الإعلامية الإماراتية، حيث قامت قناة الشرقية من كلباء بزيارة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لتعريفهم على الأقسام وصنع نقلة تسجيلية. وصبحكم الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات صباح الشرقية. نحن الآن متواجدون في الدفاع المدني في مدينة خورفكان مع الإطفائي علي إبراهيم النقبي. صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور، يعطيك العافية. ما دور الدفاع المدني في المجتمع؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. دور الدفاع المدني أولاً توعية الناس من مخاطر الحريق وكيفية عمليات الإطفاء، للناس اللي تبغي تتدرب عندنا يتفضلوا عندنا، نعلمهم على الطرق الأولية والبدائية، كيف يحترز من النار أول شيء، كيف يعمل الإخلاءات، كيف يحمي الآخرين. ما شاء
الصعوبات التي تواجه طوال الحرب؟ صعوبات بلا شك، يعني اول شيء درجات الحراره مرتفعه، ما اتوقع يعني كل حد بيقرب من النار. اول شيء احنا ما نقدر ندخل صوب النار او نتوجه صوب النار الا نكون حامين نفسنا اول شيء، معدات الاطفاء، بلبس الاطفاء والياتنا بكل شيء، نكون جاهزين نتوجه منين البلاغ، نعرف نوع البلاغ ونطلع نتوكل على الله، وان شاء الله متوكلين عليه ونشوف نوعيه الحريق على طول نتعامل معاها. يعني عند حدوث اي حريق كيف اخلي المكان؟ طبعا طرق الاخلاء على حسب المكان، ان كان مبنى تجاري صناعي سكني، كل وحده لها اختلاف. طبعا كل وحده اول شيء تشوف اماكن المخارج، تشوف اجهزه الانذار شغاله او لا، يعني من تسمع صوت اي جرس انذار او اي شيء تخلي المكان باقرب وقت وتترك اي شيء بخلفك وتتوكل على الله. شكرا للطفاي علي النقبي على الاجوبه هذه. شكرا جزيلا وشكرا لكم. اذا متابعين ننتقل الى زميلي مايد. صباح الخير مايد ولك الكلمه. صبحك الله بالنور سعيد، ونحن متواجدين في اداره الدفاع المدني ومعانا العقيد سلطان سعيد الشحي. صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور، يسعد صباحك. ما أهمية وجود الدفاع المدني في المنطقة الشرقية؟ طبعا جهاز الدفاع المدني جهاز مهم جدا، وجوده مهم جدا للقيام بالأعمال المتعلقة بتدابير الأمن والسلامة وترخيص المنشآت وتأمين الفعاليات المختلفة والتعامل مع الحوادث لا قدر الله والأمور المتعلقة بالكوارث والأزمات في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الجهات طبعا المساندة. شو الأدوات اللي تستعملوها عند الإطفاء؟ الأدوات طال عمرك تختلف، يعني الأدوات حسب نوع الحادث تختلف الأدوات من حادث إلى آخر، حسب نوع المادة المشتعلة تستخدم مواد الإطفاء مثلا، والأغلب نحن نستخدم مواد الماي وأيضا الفوم والرغاوي والطفايات البودرة، وإذا كان عندنا مثلا حوادث إنقاذ نستخدم نحن معدات وتجهيزات الإنقاذ الموجودة في سيارات إطفاء من حقائب وسائد هوائية فتاحات مقصات معدات تدريجية، هذه المجهزات كاملة موجودة معنا. شو شعورك عند انتهاء المهمة بنجاح؟ طبعا يكون شعوري شعور الفريق العمل كامل سعيد وفخور بما أنجزوها الجماعة والشباب، وطبعا معناته نحن حققنا نتائجنا بالشكل المطلوب إن شاء الله. شكرا لك العقيد سلطان سعيد الشحي. العفو طال عمرك، ولا شاكر لك وشاكر للقناة الشرقية حضورهم وتعاونهم معنا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واتمنى زيارتك انت وفريق عملك للإدارة اليوم تطلعون بفائدة فيما يتعلق بالأمن والسلامة. شكرا زميلي مايد على النقلة الرائعة من إدارة الدفاع المدني. متابعينا الكرام، نختم حلقتنا لهذا اليوم والى اللقاء. يعني هذا النتاج المفرح أمانة في إعلام المستقبل، نتمنى بأن نحن نكون أدينا هذه الرسالة بكل أمانة وبكل إخلاص. نشكر جميع من شارك في هذه الحملة بهذه المبادرة، بأن اليوم نحن نخرج مجموعة من الأطفال يكونون إن شاء الله إعلاميين في المستقبل. فعلا عمر، كنا سعداء بوجودهم معنا في طبعا قناة الشرقية من كلباء في هذه طبعا الورش اللي قدمناها لهم. صحيح. نتمنى أن قدمنا ولو الشيء القليل، يعني اليوم احنا دائما نقول في مجال الإعلام احنا كل يوم نتعلم شيء جديد. صحيح. فنتمنى أن نكون قدرنا نوصل رسالة ولو كانت بسيطة. صحيح. إلى هؤلاء الشباب. صحيح. يعني اللي هم أكيد ثمرة هذا الوطن. صحيح. وطبعا بما أن احنا ما حضرنا تكريم في آخر يوم، ولكن الحمد لله تكريمنا وصل من الأستاذ خميس، جزاه الله خير، كرمنا وتصورنا معه، وطبعا كان هذا التكريم هو أمانة الشيء اللي يثلج الصدر بكل ما قدمناه من جهد مع الأطفال، ونتمنى بأن هذه الثمرة إن شاء الله تكون في المستقبل. كلمات الطيبة، يعني الله يحفظ أبو سالم ما يقصر دائما في موظفينا، فنوجه له تحية إذا كان يتابعنا. كل التحية له. إذن مشاهدينا، وانتقالا إلى تقريرنا التالي، كثرت خلال الفترة الصيفية البرامج اللي تعمل على استغلال أوقات الأطفال في المنطقة الشرقية، ومنها برنامج الشيف المقام بفروع مراكز سجايا فتيات الشارقة، واللي بنتعرف عليه أكثر من خلال تقريرنا التالي، خلونا نتابع. تزامنا مع العطلة الصيفية اختتمت سجايا فتيات الشارقة فرع خورفكان
التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجها الصيفي الذي يأتي تحت شعار في ظل المواهب، بهدف تنمية مواهب منتسبات سجايا في مختلف المجالات الفنية والرياضية والإبداعية وإكسابهن خبرات ومهارات عملية وعلمية جديدة. هدف هذا البرنامج أنه نحن نعلم فن الطهي للفتيات. دائماً شعار المركز بيقول أنه ما في غذاء سيء، ولكن يوجد عادة غذائية سيئة. منعلم الفتيات على إتقان فن الطهي وليس الطهي، من اعتبارها من مسك السكين لنهاية بعمل المين كورس. تم توزيع المنتسبات على 3 فرق لكي تقوم كل فرقة بصنع أطباق كريب الموز وسلطة الملفوف الأحمر وطبق صدر الدجاج، بالإضافة إلى أنه يوجد مقيمين على الأكلات التي تم عملها من قبل الفتيات والتي تم تدريبهم عليها مسبقاً. طبعاً شاركت في برنامج شيف سجايا ضمن برنامج الصيف في ظل المواهب. دخلت في مجال الطبخ واليوم هو اليوم الختامي، وكانت عندنا تحدي في 3 فرق وأنا كنت من الفريق الثاني، والحمد لله فزت في لقب شيف سجايا في المركز الأول. وسوينا 3 أطباق منها الرئيسية اللي هو صدر الدجاج والسلطة والسويت. يهدف برنامج شيف سجايا إلى تحفيز المنتسبات على الأكل والإبداع في خلق طبق يعبر عن شخصيتهم، وهناك وصفات عديدة يقوم بها الفتيات بأنفسهم مع مراقبة القريب لهم، خصوصا إن كان هناك استعمال لأدوات الحادة. كما أيضا تم تكريم المنتسبات والفائزات بلقب شيف سجايا وأخذ صورة تذكارية. طبعا شيف سجايا فتيات الشارقة دائما ما يتحفون أمانة سجايا الشارقة بكل ما يقدمون مبادرات، ولكن بما أنهم عندهم شيف أيضا نحن عندنا شيف حديث المساء. شيف خبرنا شو انطباعك عن الدورة، شو انطباعك عن اللي تخرجوا من هذه الدورة؟ يعطيهم العافية أول شيء على تعجبني النظرة على اللي قدموه في هذه الدورة. وأكيد ما شاء الله بوجود هذا الشيف أنا يعني تركت للمجال، يعني تركت للمجال، وهو اكيد صاحب اختصاص في هذا الموضوع. دائما متواضع يا شيف محمد، انت فاتح موضوع يعني. طيب الان مشاهدينا ننتقل معكم ونروح الى ملخص الشرقيه، بنتعرف فيه على كل ما جرى في المنطقه الشرقيه من فعاليات واحتفالات، فلنتابع وبعدها لنعوده. We'll be right back.
هذا ملخص الشرقية مشاهدينا الكرام، كما تابعنا فيه أبرز ما جاء من فعاليات وبرامج ومبادرات في المنطقة الشرقية. إلى هنا نصل للختام، وفي الختام تقبلوا منا هذا السلام وهذه التحية مني ومن جميع طاقم العمل. وأيضا عمر والمشاهدين نقول لكم تريونا في أيام العيد إن شاء الله في برنامج كملة، راح نكون أنا وزميلي عمر وبعد أسامة بيكون ويانا. يعني هي كملت، هي فعلا كملت، فتريونا إن شاء الله مشاهدينا في هذا البرنامج وإن شاء الله نلاقي استحسان لكم. صحيح. طبعا من هذا اليوم ومن أرض التسامح نقدم هذه الكلمة لهذه الأرض الطيبة ولكل من يعيش عليها. شكرا لكل من ساهم في دفع عجلة التنمية، شكرا لكل من ساهم في رفعة هذا الوطن ويكون اسمه دائما موجود في طبعا القمم. فمن هذه الأرض نقدم هذه الرسالة من الشكر والاحترام والتقدير. وأكيد شكرا إلى دولة الإمارات، وشكرا لقادة هذا الوطن الطيب، وحفظ الله قادة هذا الوطن وجميع المقيمين واللي عايشين على هذه الأرض الطيبة، وأيضا والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله ورعاه. إلى ذلك الحين مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وتحيات زميلي عمر اللي رافقناكم في هذه الحلقة. نشوفكم على خير، مع السلامة.